بيئة وصحة. قضايا البيئة وعلاقتها بالصحة في برنامج بيئة وصحة على إذاعة الحياة فام. عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من بيئة وصحة. اليوم باش نحكيو على البيئة والوضع البيئي في ولاية القيروان. باش نواصلوا اللي بديناه من الحلقة اللي فاتت ومن اللي قبلها أيضا. ضيفنا باش يكون المجتمع المدني، باش نشوفوا نشاط المجتمع المدني ومساهمته في المواضيع البيئية والوضع البيئي في القيروان مع رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة بالقروان السيد يوسف خليف. مرحبا بيك، نورتنا. مرحبا بيك، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا اختمية، وشكرا لإذاعة الحياة فام على الدعوة وعلى يعني اهتمامها بالمجال البيئي اللي عاهدناها عليه منذ انبعاثها. وشكرا لكم على هذه الدعوة. شكرا لك صحة. مرحبا بك. جمعية حماية الطبيعة والبيئة بالقيروان هي جمعية تنشط من عام 1984، يعني عندها تاريخ كبير وعندها سنوات وعقود وهي تنشط في المجال البيئي في القروان. كان تحكينا باقتضاب على الجمعية هذه وأهم نشاطاتها. جمعية كما قلت هي جمعية يعني عريقة، هي في عقدها الرابع الآن. منذ سنة 1984 تم إحداثها يعني بالنظام القديم للجمعيات. أهدافها بيئية تنموية بحتة ونشاطاتها متعددة في هذه المجالات، يعني تنمية مستدامة وبيئة للجميع، بيئة سليمة للجميع. أهدافها معاضدة المجهود الوطني لحماية الطبيعة والبيئة باعتبار وأنه اعتقادنا راسخ وأنه الهياكل العمومية لوحدها لن تكون قادرة، والتاريخ والواقع أثبت ذلك، لن تكون قادرة لمجابهة كل المشاكل البيئية اللي تعترضها سواء كان البلدان أو الشعوب. والمجتمع المدني لابد وأنه يساهم في هذا، وهذا اعتقادنا نحن اللي ذهبنا عليه ونحاولوا باش ونعملوا بالقاعدة اللي يقول من اجتهد وأصاب فهو له أجر. أنتم تحصلتوا على رخصة في عهد بن علي، في العهد اللي كان صعيب إنه يتم إسناد تراخيص للجمعيات. هو والله في عهد المرحوم بوركيبة 84 قتل. وكان معناها هو عهد بورقيبة فعلا. وبعد الجمعيات كانت تخضع معناها لتأشيرة، قلت تأخذ تأشيرة من الداخلية. ما لقيتوش مشاكل بعد كي جاء نظام بن علي في لا والله في الحقيقة ما لقيناش مشاكل. علاش؟ خاطر نحن كما قلت لك عملنا عاش ما نعرف قدر. الجانب السياسي وال يعني كل ما حام في البلاد من أطروحات سياسية كنا في منأى عنه، رغم ما الإيحاءات ورغم الواحد، لكن تمسكنا بالجانب البيئي اللي هو قاسم مشترك ما بين كل الأوجه وكل الميولات اللي جات في البلاد. كجمعية ناشطة في المجال البيئي في القروين منذ عقود، تقريبا 40 سنة، 4 عقود، أهم الإشكالات البيئية في ولاية القيروان في شنو تتلخص؟ هو والله إذا باش نحددوا احنا المحاور اللي باش نخدموا عليها باش نحسنوا الوضع البيئي في القروين، باش نحددوا 1، 2، 3، كيفاه انتم كيفاش نجم توصفوا؟ يعطيك الصحة. المشاكل البيئية في ولاية القيروان هي نجم نقول مش خاصة بولاية القيروان. صحيح ثم بعض الجزئيات من المشاكل اللي هي خاصية في القروان، خاصية ربما في القروان. لكن بصفة عامة وإذا كان ناخذ معناها المفهوم البيئي اللي يونيفرسال مو معناها اللي هو معناها أمميا معرف به أو متعارف عليه، يعني كل المجالات سواء كان منها صحية بيئية ثقافية اجتماعية اقتصادية لها صلة بالجانب البيئي. نحن صرنا لذلك وأنه أمميا صرنا نحكيه مع البيئة، نحكيه على تنمية مستدامة. تنمية مستدامة هي أشمل وفكر أرقى
للطموح للأفضل. ويتم المستدامة باش نوصل للبيئة وللتفادي صحيح ولتفادي الأسوأ. واضح. شنو عندنا شنو المشاكل النفايات أو سيف؟ نحن في إذا كان نشوف مثال في ولاية القيروان عندنا شو مشكل المياه وشح المياه. هذا عنصر لابد وأنه نعمل عليه ليلا ونهار. في القيروان عندنا السدود كلها تقريبا ما فيهاش ماء. هو شوف جفاف. أنا باعتبار يعني مهندس فلاحي نعرف معناها ربما قمنا بأخطاء لكن الحمد لله هو أنه نجموا نتفاداوها ونجموا نتداركوا الأمر من عمليات التهيئة للتعبئة المياه. ربما ثم بعض أخطاء قمنا بها يلزمنا نتداركوا. يلزمنا على مستوى الاستغلال يلزمنا الرشد والاستغلال بأقصى ما يمكن من جهد، سواء كان يعني التشجيعات، سواء كان بالتقنيات الجديدة، سواء فهمتي. لابد وأنه ثم معناها حظيرة شانتي معناها كبير يلزم معناها نشوف نخزنوا مياه الأمطار. أيوة. مياه الأمطار ترشيد المياه في الاستغلال في 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 في, في اختيار حتى نوع الزراعات اللي هي اقل معناها استهلاك للماء. ايش ايش بيك احنا تو وقت اللي يجي الصيف برشا فلاحين تو في القروان بداوا طوعيا في التوجه هذا ولو يزرعوا في الزيتون وفي الرمان اللي هما ما يطلبوش برشا ماء. صح. علاش؟ على خاطر تو الوقت اللي حصرنا نحكيوا على اللهث وراء الماء. اللي عنده بير تو تاع السنة جهر 3 متر والعام الجاي جهر 6 متر وهو يجري في جرة الماء. مشكل أول في ولاية القيروان هو شح المياه. شح المياه وخاصة القروين ولاية فلاحية يعني أكثر. أيوة. من غيرها يمكن مستحقة للماء. أيوة. ثاني حاجة وأنه لفت بكل انتباه بحكم معناها اختصاصي في الواحد وأنه لتربتنا التربة متاعنا اللي هي مهددة بالتملح وفي بعض الأماكن بالتغدق الهيدروموفي. هذه يلزم لفتة. التملح فهمناها معروف الهيدروموفي وأنه ثم أماكن اللي هي معناها مغمورة بالمياه وتعمل معناها النفوذ لناب يطلع لتو يوصل لوجه الأرض ويكون ما يسمى بالتغدق يعني ينقص الأكسجين. تولي التينية تولي معناها غير قابلة للزراعة ويتم إهدارها معناها الزوز الأراضي الملحية اللي هي فيها نسبة ملوحة عالية والأراضي اللي هي وهذه التغدق هذا مش تصحح لي ولا لا هي الاراضي اللي تولي طينيه معناها كل مش تولي طينيه حتى ثم حتى اراضي معناها رمليه ولا واحد لكن تلقاها مغطقه. علاش؟ باعتبار انه ثم ما نحن تعرفوا ثم طبقات مياه يعني متفاوته في بعض الاماكن وان الطبقه المائيه خاصه المالحه القريبه لوجه الارض وباعتبار التكثيف الزراعي اللي قاعد صاير وتكثيف الري فيها هكا ولا دونك المستوى المائدة يزيد يقرب اكثر فاكثر لوجه الارض. يعني الارض مستنسفة من غير ما نشعر تولي نستحثوا التغدق في ارضنا نحن. التغدق هذاك ايش معناه؟ معناها مش تزرع في الماء. نحن مش نزرعوا في الروز في راح نزرعوا يلزم ماء وهواء وتراب باش النبته تنمو بصفه سليمه. اما وقت اللي تظل فيها مغربه اكثر المناطق المهدده بالظاهرتين هذوما التملح والتغدق والله في خاصه في الاراضي اللي هي شبه طينيه في عندنا في مناطق سيسب عندنا في مناطق في سيدي
ثاني مثال مثلا في ما يقال في الهواء، عندنا عديد 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 المناطق اللي يلزم ناخذوا حذر، اللي هي من اشهر المناطق الفلاحيه اللي هي واللي هي فيها كثافه، معناها كثافه كبيره للنشاط الفلاحي. وقت نقول كثافه النشاط الفلاحي يعني تطور الري وانظم الري فيها، معناها بصفه كبيره، وما نفرحولوش. دونك التربه قلنا دونك التملح واحد، وشح المواد العضويه في تربتنا. شح المواد العضويه في التربه فقيره كان نسميها، تفتقر للمواد العضويه اللي هي اساس التركيبه الستركتور تاع التربه اللي تكون متوازنه. اذا كان المواد العضويه تنقص في التربه نتاعنا، راهو ماشيين للتملح، ماشيين للمينيريزاسيون، معناها التمعدن، ما ادري ترجمه كيف تمعد التربه. واذا كان التربه تولي مينيراليزي، فهمت ولا، تولي يقل منتوجها ويقل مردودها، غير قابله للزراعه، تولي غير قابله للزراعه. هذوما نجم نقول ثلاثة آفات اللي يخصوا معناها التربة تاعنا، لابد وانه ناخذ احتياطنا منه. في الجانب هذا توا الفلاح، الحلول المطروحة شنية توا بالنسبة قلنا الموضوع شح المياه، حكينا على انه نستغلوا مياه الأمطار، ان نرشدوا استهلاك الماء، هذه من الحلول اللي نستعملوا زراعات اللي هي اقل متطلبة. بالنسبة للأراضي الفقيرة فيما يتعلق بالأملاح المعدنية، شنو هو الأملاح العضوية أو البود العضوية، سمح لي البود العضوية، شنو الحل، شنو نعمل؟ هو سهل ويعرفوه حتى اغلب الفلاح، يقول لك معناها التطعيم لا مضمون، تطعيم الارض بالمواد العضويه، فضلات الحيوانات، فضلات تاع الحيوانات، الغبار اللي نسميوه الغبار، تو نوصلوا معناها المورد اخر اللي هو هام، وقاعدين مش مستغلينه بكل سوء الحظ نتاعنا. ثم زاد كذلك زراعات اللي هي تستعمل لتطعيم الارض ومعناها ادخالها في الارض بعد الواحد، خصيصا ل توفير معناها المواد العضويه هذه. ناخذ مثال كما يقولون على الفيفرول، اسمه الفول المصري نحن نقولوا، ولا ثم اللي يعمل حتى الفول، فهمت ولا، في عوضي خي يعملوا واحد معناها للاستهلاك، يعملوا كاس قبل ما يعمل الكعب نتاعو، يعمل له فيوسمو نتاعو معناها في الارض نتاعو، فهمت ولا. ما انا ثم عديد طرق، مش دي خدمه كبيره مع الفلاحه، يلزم هذه خدمه كبيره وارشاد، يلزم الارشاد يرجع لسنوات الثمانينات وسنوات التسعينات اللي للاسف غابت الارشاد، غاب وخلينا الفلاح في انا نشهد وانا نعرف من الميدان، خلينا الفلاح لقمه سائغه للتجار المستلزمات الفلاحيه، فعلا اللي همهم الوحيد الربح، سواء كان في استعمال مواد المبيدات، سواء كان في استعمال البذور، سواء شركة العالمية نتاع زراعة الحبوب وزراعة نتاع المبيدات. من موقع هذا نداء للقائمين على الشأن الفلاحي، وأنه يرجعوا قيمة الإرشاد الفلاحي اللصيق للفلاح. اللي كنا في معدل 76، انا 74 اللي نخدم 76، كنا في معدل مرشد فلاحي ل 150 فلاح. كل 150 فلاح عنده كل 150 فلاح عنده مرشد فلاحي. توا الفلاحين تعد بالالاف للمرشد الواحد. ما ينجمش يخدموا معاهم العدد الكبير. امبوسيبل. هذا وهذا كل هالتوصيات هذه ما تمر الا عبر المرشد الفلاحي اللي هضمنا له حقه، ما رانا، وهو اللي وصلنا في الحقيقه. المرشد الفلاحي هو اللي وصلنا لما عليه القطاع الفلاحي من تطور، فهمت ولا. لكن خلينا فيه، وخلينا الفلاح كما قلت لك لقمه سائغه
في أفواه ال 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 يعطيك ال الصحة يوسف خليف، رئيس جمعية حماية الطبيعة طبعا. والبيئة بالقاهرة. دونك نحكيه على المشاكل البيئية، وبدينا بالمشاكل الفلاحية، بدينا بالآثار البيئية على الفلاحة والقطاع الفلاحي والأراضي. فما سوء تنسيق من الدولة، سوء تعامل مع القطاع الفلاحي، سوء اهتمام بالقطاع الفلاحي، انا ما اقولش سوء تفاعل، سوء هو إدارة. ربما هو يعني انفليشيسمون، مش كيفاش زعما تراخي شويه، تراخي شويه في تهميش القطاع الفلاحي. زاد ما اقولش تهميش، لا، سامح. هذا الكلام اللي يتقال نحن حتى من لا لا رئيس لا اتحاد شوف الفلاحين، حتى من وزراء فلاحة. اللي يحب يبني ما يعني ما يحطش العزاء. أما الشخص شخص انا بصحيح. اقول ثم شويه تراخي، و ضيعنا في عناصر اللي هي كانت تخلينا في وضعيه احسن من هك، وهذاك علاش نلفتوا الانتباه باش نرجعوا لك الثوابت اللي اقمنا عليها الاسس الاولى للقطاع، واضح؟ مع ما غير شك الاخذ بالاعتبار بالمتغيرات اللي تصير في العالم، هذا المطلوب حتى نواكب اللي هي التغيرات المناخيه اللي قاعده صايره، ايوه التغيرات وهي الجفاف المناخيه وضعيه عامه. الجفاف وهنا قاعدين الانعكاسات قاعدين، والكل ما هو مش مصدق اثار التغيرات المناخيه راهو سامحني في الكلمه، راهو جهل للامور، لانه بدينا نعيش في آثار نتاعها، وبدينا نعيش في الانعكاسات السلبية نتاعها على جميع المستويات. لا، وهي فما قمة صارت مؤخرا وضمت أغلب بلدان 127 دولة. أي معناها ثم ولا واقع، ما عادش نجموا واقع، لا ما عادش نجموا ننكروا، ولابد وانه ناخذ بعين الاعتبار في برامجنا وفي يعني متفقين انه الدوله التونسيه يلزمها تخمم بجديه فيما يتعلق بموضوع التغيرات المناخيه وانعكاساتها على القطاع الفلاحي وانعكاساتها على الماء والاكتفاء المائي في تونس. هذاك علاش قلت لك نحن راهو وفي السيزم خذينا عنصر الماء وخذينا عنصر التربة اللي هما الأساس وفي في 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 القطاع الفلاحي، زاد ما ننساوش زاد طفرة استعمال المبيدات في القطاع الفلاحي. أنتم كجمعية وين دوركم فيما شخص بصحيح حددت أنت المشاكل والمعوقات في الأراضي الفلاحية في القروين، دخلتوش في الإطار هذا، مشيتوش وعيتوا حاولتوش حتى تعملوا دراسات، تعملوا تكوين للفلاحين، تعملوا نشاطات تتعلق بالتوعية؟ صحيح، نحن شوف هو كما قلت لك من الأولى جمعيتنا الهدف نتاعها هو التوعية والتحسيس، أول حاجة دائما في إطار معاضدة الجهد الوطني. ثاني ركيزة للعمل نتاعنا هو ثم العمل الميداني من خلال سواء كان مشاريع نموذجية او ومشاريع ميداني نجمو نعملها، نعملو زاد دراسات استشرافيه اللي في بعض المجالات. احنا قلنا باش نتعداو العنصر اخر، مثلا النفايات المنزليه وما شابهها. النفايات المنزليه وما شابهها هو مشكلة الساعه. خلي ذيك تنحكي عليه في الحلقة الجاية، أنت ما زلت مواصل معنا. نكملوا موضوع الأراضي الفلاحية والمشاكل البيئية في الأراضي الفلاحية في القروين، واللي حكينا تقريبا على أهم وجل الإشكاليات الحلول المطروحة. كان عندك مقترحات أخرى معناها فيما يتعلق بال أنا قلت لك في العناصر الإنتاج الأساسية الماء التربة والمشات المستعمله، بنك الجينات وين هو اللي سمعنا به توا؟ بنك الجينات وين هو؟ ديما نسمعوا على استرجاع حبوب تونسيه، البيسكور بتاع اعوام الستينات والسبعينات اللي جاونا واللي خذاو وفقروا البلاد من جميع البذور المحليه.
وانا شاهد على هذا. المعينين اللي جاونا من شتى اصقاع العالم بعنوان البيسكو، فهمت ولا سلك ال بيس من لابي تاع هذوك اللي جاوا، وكل النباتات، وان هو الدلاع نتاعنا تاع شحم الدجاج، وان هو فلفل سيسد، ها وين فولنا، وين هو، وين طماطمنا، هوية زراعية ما عادش، الهوية الزراعية انقرضت وانطلق الانقراض نتاعها، انطلق من السبعينات والستينات من جراء هذوما اللي جيو في اطار بحث علمي وتبادل والتعاون والتعاون الفني و و و و و و فهمت ولا انا شاهد على ذلك. ونبهنا عليه الى حين وان وصلنا توا حتى في المشاتل تاعنا وفي الزراعه تاعنا يلزمنا معناها نستناو حتى لين تجينا بوضوح تجود علينا الشركات العالميه بالبحث وتاخذ من عنده وما عادش تعاود تستعمله صون دي زيبريد. احنا هكا وصلنا لحلقتنا لليوم من بيئه وصحه، ضيفنا رئيس جمعيه حمايه الطبيعه والبيئه بالقيروان المهندس الفلاحي يوسف خليف، وهو مواصل معنا في الحلقه الجايه باش نكملوا نحكيوا على المشاكل البيئيه في القرون واللي ابرزها النفايات. اليوم حكينا على الاراضي الفلاحيه في القرون والفقر اللي تعانيه الاراضي هذه. يمكن التوصيف نتاعي بالضبط بالضبط لمو تكنيك ما همش نفسهم اللي تستعملهم انت، لكن تقريبا هذا هو المشكل في الاراضي في القرون، هو الشح المياه، نقص المياه، فقر في نقص في المواد العضوية، وريسك متاع انه اراضي تولي غنية بالاملاح وتتغدق اللي تبدأ برشا مروية بالماء، وهذا يأثر على الزراعات ويأثر على استغلالها للزراعات. بيئة وصحة لليوم انتهى، نلقاو ان شاء الله الجمعة الجاية في موضوع جديد. بيئة وصحة، قضايا البيئة وعلاقتها بالصحة، في برنامج بيئة وصحة على إذاعة الحياة الفم.